انتقال كيليان امبابي نجم فرنسا ونجم البي اس جي لريال مدريد، ازاي بتشوف الصفقه دي وازاي بتشوف مستقبل امبابي مع الريال؟ أعتقد كما قلت أنها هي الصفقة التي كان يتوقعها الكثير لكم من السنوات، لا نستطيع أن نتذكر 4 أو 5 سنوات ننتظر كل عام كيليان مبابي في ريال مدريد، ولكن في النهاية الأحلام تحققت. حينما تنظر إلى ريال مدريد كفريق شاب، فريق مليء بالمواهب، فريق استطاع أن يحقق كل ما أراد، ربما الآن مبابي هو الأفضل في العالم، انضم لريال مدريد اللاعب الذي يتمناه كل فريق في العالم، وانضم للنادي الذي يتمناه كل لاعب في العالم. أعتقد أنها أفضل خطوة لأي لاعب في العالم ما فعله كيليان مبابي. أنت لعبت في فترة كان العالم كله الحقيقة، كل الأندية كل المنتخبات عندها مهاجمين من العار الثقيل، والبروفايل بتاع المهاجم في الفترات دي كان مختلف. يعني لما اكلمك على مهاجم مثلا زي ماركو فان باستن، لما اكلمك على باتيستوتا، لما اكلمك على رونالدو نازاريو وغيرهم طبعا من الاسماء، البروفايل المهاجم المتكامل، مش شايف ان البروفايل ده النهارده بقى عمله نادره؟ يعني لما اتكلم على ابرز او اهم المهاجمين في العالم النهارده هقول مثلا ايرلينج هالاند، هقول كيليان امبابي، هقول حتى ليفاندوفسكي او هاري كين، ما اعتقدش ان يبقى في مهاجم منهم ممكن يتقارن مع الاسماء اللي انا ذكرتها من شويه. لسوء الحظ انا يجب علي ان اكون محايدا، لكن لا استطيع ان اكون كذلك. فهاري كين الان هو مهاجم متكامل، يلعب باليسار، يلعب باليمين، هو يلعب بالراس، هو مهاجم يوجد به الكثير من ميسي من رونالدو، هو أصبح متكاملا. إذا ولكن إذا أعطيته الفريق المناسب، أعتقد أن كل فتى في العالم حتى في العالم العربي الكل كان يتطلع لرونالدو، يتطلع لميسي، يتطلع لأي لاعب غير المهاجم الصريح. فاللاعب المهاجم الصريح لا يتحلى بالشهرة اللازمة ويشق طريقه بصعوبة عكس ما كان في الماضي. عكس ما كان المهاجم التقليدي في الماضي، أعتقد أن المهمة أصبحت أصعب. أعتقد أن الجميع يرى أنه مركز مناسب، ولكن هاري كين استطاع أن يحقق المعادلة الأصعب، أن يكون المهاجم التقليدي وأن يكون المهاجم المتكامل في الدوري الإنجليزي. عايز أروح معك بما أنه بنتكلم على ريال مدريد أيضا، عايز اروح معاك لمشوار الريال. واحد طبعا رايك في تتويج الريال السنه دي ببطوله دوري الابطال، وازاي بتشوف قدره انشيلوتي على قياده الفريق رغم انه كتير تحفظ على مستواه وكان شايف انه اقرب للخروج امام السيتي واقرب للخروج امام البايرن، بل انه كان الطرف الأسوأ في مباراه النهائي وكانت حظوظ بروسيا دورتموند في بدايه المباراه او في الثلثين المباراه افضل بكتير جدا وكان الاقرب لتحقيق اللقب. نعم، انشيلوتي الان ومسيرته في الشامبيونز ليج كلاعب وكمدير فني هو لا يضاهى باحد. هو الان من الصعب ان ترى انشيلوتي يتغير، من سيكون بديل لهذه المسيره الرائعه؟ أعتقد أن ما حققه بالفوز بدور الأبطال هو أمر مذهل في النهاية. الجميع كان ينتظر ليفوز بدور الأبطال، لم نتوقع أقل من ذلك من ريال مدريد. أنشيلوتي الآن مع فريقي أنا أتذكر حينما كنت ألعب وكنت أسمع عما يحدث مع من أنشيلوتي خلال غرفة خلع الملابس، هو يحفز الجميع، هو يستطيع أن يسقي اللاعبين التكتيك الخاص به، ولكن أستطيع أن أقول أنه المدير الفني المتحكم، المدير الفني القادر على فرض وجهة نظره،
لديه الوصفة الخاصة به مع كل فريق. كل مدرب لديه الوصفة الخاصة به، ولكن أنشيلوتي لا يستطيع، لا يمكن أن يتكرر في التاريخ. رغم وجود لاعبين على أعلى مستوى في كل الخطوط وفي كل مراكز الريال، إلا أنه الكل متحفظ على شكل ونوعية الكرة اللي بيقدمها الريال. هل تعتقد أنه مع وجود كيليان امبابي يتغير شكل الفريق، يعمل التأثير أو يقدم المستوى اللي ممكن يغير من طريقة وأسلوب لعب ريال مدريد في الموسم المقبل، ولا أنشيلوتي هيحافظ على المدرسة الإيطالية اللي بتميل للدفاع وخطف الفوز زي ما شفناها بيحصل كتير جدا السنة دي، سواء في الليجا أو أكتر في تشامبيونز ليج؟ بصراحة أعتقد أن وصول كيليان مبابي سيجعل من غرفة الملابس أقوى، سيجعل الفريق أقوى، سيقدم كرة قدم أمتع، وسينافس ليفوز بدوري الأبطال. هو أتى ليفوز بدوري الأبطال، فبالتالي أستطيع أن أقول أننا سنرى ريال مدريد كما كنا نراه في الماضي. أستطيع أن أقول أن الناس كلها تعرف أن الفريق الآن فريق متوسط أعماره 25 عام، فريق شاب جدا. سنرى كرة هجومية أفضل. أعتقد أن باقي أوروبا ستعاني مع أمام ريال مدريد. يعني مش